السلام عليكم اخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم دائما على سباسي فود. اخوان الفيديو ديال اليوم برودوي نادي وثمن جد نادي، كيت بلوتوث الاخوان ايزو 7 برو، شي حاجه الاخوان نادي. قبل ما نديرو فيديو اقسم بالله الا بعنا فيه بالمزيان، ثمن جد مناسب، مواصفات رائعه، يعني قيمه مقابل السعر. في اخر اصدار ديال البلوتوث 5.3 اخر اصدار، فيها 4 ديال لي ميكرو، كل ودن فيها 2 ديال لي ميكرو، فيها عزل الضوء زائد البطاريه الاخوان فيها 4014 ساعه كتشد لي. اجي اخويا عطيه قرب، ها انتوما غادي نحلوا العلبه باش تشوفوا. ها انتوما كاينه عندك هنايا اخر اصدار ديال البلوتوث 5.3، ها هي هنايا سميتها دابا فين هي، ها هي الكيت بلوتوث، شحال كتشدك ديال الوقت؟ ما بين 6 و7 سوايع، الا بقيتي قاعدين في الموسيقى، الا بقيتي كتهضر 6 سوايع في البوكس، ديك البواطه ديالها باش كتشارج 14 ساعه. هادشي كنهضروا على شي حاجه استعمال ديال كونتيني، كتبقى خدام بها كونتيني، ما كتحبش اصلا فليزيات بلوتوث، راه قليل اللي غيبقى يخدم فليزيات بلوتوث كونتيني، يعني ضروري كتخدم واحد نص ساعه تحيدها ترجع. المهم هادو كنهضر على شي حاجه كونتيني، 14 ساعه كونتيني، 6 سوايع كونتيني. غادي نوريكم دابا العلبه كيفاش دايره والديزاين ديالها. هادو على حساب الاخوان، الثمن راه شي مناسب الاخوان. هنا هي كتشحال هذه، قلنا فيهم شحال واحد الحمد لله، كل واحد التصاور ديالو، قلنا لا اخوان قلنا علاش ما نجيبوش واحد الكونتيتي اخرى ونديروا عليها فيديو. ها هما الاخوان البواطه كيفاش دايره، صغيره، انا ما تبرزطكش، ديزيات تما بعقلهم، ماتيير باش مصايب هذا الشيء. ها هو راه ناضي، جوده التصنيع، دائما جوده التصنيع، ما كاينش ديزيات كتلقاهم ب 60 درهم ولكن جوده التصنيع كتلقاها لا علاقه. شارج تيبسي، هانتوما الاخوان، هاهما لي زيات، هاهما البلوتوث، ها كيفاش دايرين، جوج بلا تاخد واحد الدقيقة الله يحفظك، هاهما، هاهما جوج ديال السبيكر هنايا، جوج ديال الميكرو، الديزاين كيفاش داير، ماشي جلد الاخوان، ها الشدة ديال الودن، كتكون هنايا كتكون فيكسيا، شتيها، فيكسيا، يعني ما كتحسش بها غادي طيح لك ليزي ولا شي حاجة. زائد اخويا المحتويات العلبة كاين كارلي، ها هو كارلي كيكون معاه تيبسي، وصافي هادشي اللي كاين، دليل استعمال هذا راه، الثمن الاخوان 190 درهم، 190 درهم، تبارك الله عليكم، الله يسخر الامور.